لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. في عيد رئيسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل وسائر القوات السماوية العادمة الأجساد، يأتينا البوق الروحي بمقتطفات من الموعظة الشهيرة للقديس نيقوديموس الأثوسي بهذه المناسبة. ثلاثة هي أعمال الله الكبرى الفائقة الطبيعة: خلق العالم الروحاني وخلق العالم الحسي وتدبير تجسد كلمة الله. في هذه الأعمال الثلاثة، ميخائيل وجبرائيل هما الخادمان البارزان لله. في البدء خلق الله العالم الروحاني، أخرجه من العدم إلى الوجود. هنا أتكلم عن السماء النارية. لقد ملأها الإله بالنجوم اللامعة التي هي ربوات الملائكة اللاهيوليين، وزينها بالمراتب الثلاثة المثلثة، وهي العروش والشيروبيم والسرافيم والسيادات والقوات والسلاطين والرئاسات ورؤساء الملائكة والملائكة. وعلى رأس هذه المراتب التسع جعل ميخائيل وجبرائيل قائدين وزعيمين. كيف وبأي طريقة؟ ميخائيل هو الخادم المملوء امتنانا للإله الكلي القدرة، هو الذي شن المعركة في السماوات على الشيطان الجاحد وملائكته الذين من شدة كبريائهم تمردوا على الإله الحي، هو الذي أحضرهم إلى أسافل دركات الأرض كما هو مكتوب في سفر الرؤيا. من أجل هذا العمل الفائق الشجاعة جعل ميخائيل زعيما للمراتب الملائكية التسع، ولقنهم أن يكونوا شاكرين دوما لله، طائعين متواضعين أوفياء وغير منفصلين عنه. ولجبرائيل من بين كل الملائكة أوكل الله سر تدبير التجسد كما يصفه بشكل النير الذهبي الفم الإلهي، متتبعا الترانيم التي تؤلف خدمة البشارة. حين نسمع لك وحدك أوكل السر، هو أيضا أي الملاك جبرائيل صار أولا وخادما مميزا. هو أيضا منذ البدء كان المتقدم وزعيم كل المراتب الملائكية حتى للسرافيم والشيروبيم. هو الذي أطلعهم على الأسباب الخفية العميقة لهذا السر. وعندما يقول بولس لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة، علينا ألا ننسى أن جبرائيل كان الوسيط. لقد تلقن بالحقيقة من الكلمة المتجسد والروح القدس الذي كان معه هذه الحكمة المتنوعة. الله يغلب الضد بالضد، الكبرياء بالتواضع، والمجد بالخزي، القوة بالضعف، الحكمة بالتباله، وذلك بحسب القديس غريغوريوس النيصاصي. نقل جبرائيل السر بدون حسد إلى الملائكة مرددا أقوال سليمان: الذي لقنتني إياه وزعته بوفرة. وأن جبرائيل جعل أولا على المراتب التسع يظهر جليا فيما يلي بحسب تعليم الكنيسة المقدسة والقديس إسحاق السوري بخاصة: تتلقى المراتب الملائكية النور من المسيح الذي هو عند بولس فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. يا رئيسي الملائكة القديسين، كونا المدافعين والحارسين غير المقهورين لنا ولكل الذين يحتفلون بعيدكم المقدس. أبعد عنا طيلة حياتنا خزي ولعيب الأعداء المنظورين وغير المنظورين،
وفي ساعة خروج نفسنا، احضرا لدينا وأعينانا، كونا واقفين عن يميننا، كونا واقفين عن يسارنا، مظللين إيانا بأجنحتكم الذهبية، كي لا ترى أرواحنا قدام مناظر الشياطين الأشرار، واستلمانا وقودانا إلى المظل الأبدية المنيرة لملكوت السماوات، لكي ما هناك نقدم المجد معكما للإله الأوحد المثلث الأقانيم، له المجد والعزة والتسبيح إلى دهر الداهرين. آمين.